اخي في واحد الشركه خدمت واحد السبت وطلعت لي السخانه وهاد الشركه هما اللي عاملين هاد المسائل البؤره فهمت يعني خصهم يشوفوا الحل ديال هاد الشيء هذا يعني الشركه في طنجه راه ما شاء الله وصافي فهمت الحمد لله حنا بخير مع راسنا دابا وكنتبع الطريق ديالي فهمت دابا ان شاء الله باقي لي والو شي حاجه وعاش محمد السادس وخصهم يشوفوا هاد القضيه ديال الشركه يعني بزاف هادشي فهمتي يدخلوا يعملوا لهم تحاليل ومسائل ديالهم كل واحد يعمل ها